هلأ بعد شوي منعرف دور الشاي والقهوة بنظامنا الغذائي إن كان إيجابي أو سلبي، وكيف بيصير إيجابي إن كنا عم ناخده بطريقة خاطئة. بالفترة الأخيرة سمعنا عن كتير شباب وصبايا ما بيكون عندهم أي مرض، لكن للأسف فجأة بيصيبهم نوبة قلبية، والموضوع فعلا خطير. وأكيد الأسباب كتيرة، دائما مثلا مرضى الضغط بيكونوا هن أكثر عرضة للنوبات القلبية، أو مرضى السكري هن أكثر عرضة للنوبات القلبية. ولا سمح الله في شيء مبهم خفي بيقول لك شاب مثل الوردة عمره 37-40 سنة أزمة قلبية، أزمة قلبية تماماً. هذا اللي عم بيصير وعم نسمع عنه كتير اليوم. رح نركز على الأسباب المتعلقة بالغذاء، يعني ممكن الشخص يكون نظامه الغذائي سيء، هذا الموضوع بيأثر عليه بشكل سلبي. ورح نركز كمان على الروتين الغذائي المناسب لمرضى الضغط، بالإضافة لتفاصيل تانية رح نتعرف عليها مع الدكتورة ثواب الغبرة يلي دائماً تعطينا معلومات لا يعلى عليها صراحة. صباح الخير دكتورة، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير يا دكتورة، أهلا وسهلا فيكي. قبل ما نبلش بالأمراض القلبية نعقب على التقرير، في ناس عم تنجلط كثير ما اوكي، في ناس مجلوطة وفي ناس مجلوطة طبعا هي وعايشة. مجلوطة هي وعايشة بالحياة النفسية عم بقصد، او بالغل والغيرة، هذا ما رح نحكي عنه اليوم. هلا نحكي عن القصص الجسدية، ولكن قبل ما نبلش بالحديث عن موضوعنا، قهوة ولا شاي؟ هلا بدك تضيفني؟ من عيوني قرري. شرباني قهوتي، شرباني قهوة، لكن اي افضل من النظام الغذائي؟ في شيء اسمه افضل؟ هلا شوف، اثنين الهون اوقاتهم. هلا صباحا انا افضل القهوه، بعد الغداء افضل الشاي. تمام، هلا الاثنين فيهم كافيين، اثنين فيهم، بس انا بلاقي كمضادات اكسده الشاي كمان في مضادات اكسده رائعه للشرايين. اوكي، والاثنين باعتدال. باعتدال الاثنين يعني باعتدال، ما في شيء اذا ما في شيء بالدنيا كثرته او نقصته رحت عن عمليه التوازن ما بتصير مشاكل فيها. اوكي، فنحن خلينا على العمود الاعتدال تبعنا. تماما نرجع لحديث او موضوع حلقتنا لليوم، النوبات القلبيه اللي عم نلاقيها عن جد بكثره هي بالحقيقه، مو بالشباب، مو هن عايشين، وعند الشباب بالاخص. والكتار بيتفاجئوا انه ولو مع ابو شاب عمره 25 سنه، اوقات عم نشوف اعمار كثير اصغر، يعني بنوته مثلا عمرها 16 سنه 17 سنه، عم نسمع عن هيك صح. اشياء، شو هو المسبب الاساسي لهذا الشيء اللي عم يصير؟ هلا اولا بعيد من هون ان شاء الله الصحه والعافيه لكل اخواننا المشاهدين. هلا اللي عم يصير انه في تغيرات الحياه، هالامور هي والاكل تبعنا وطريقتنا ونظام حياتنا عم يسبب اشياء اسمها التجلطات المفاجئه. لازم نعرف شوي. الجلطه بشكل سريع هي عباره تجمع صحيحات وبيحيطها ماده ليفيه بروتينيه اسمها ماده الفايبرين. هي الماده هي لازم رب العالم يعني لازم خلق لنا اياها وقت يصير عندنا جرح، لكن اذا دخلت على الشرايين، سدت احد الشرايين التاجيه، او لا سمح الله الشرايين اللي بتغذي الدماغ عملت عندي اياها مشاكل، هي النوبات يا اما عندي اياها جلطات دماغيه او جلطات قلبيه، وهي بقى بيصير في تاذي حسب سرعه تلحيقه للانسان. الجلطه الدماغيه اسرع واكثر عبطا عندي اياها عن الجلطات القلبيه، وحسب بكون توضعها، فهي هي اللي بتعمل تلف فورا بالخلايا الدماغيه، ممكن يصير عندي نصف شلل نصفي. هالامور هي بعيد من هون. اللي بهم نحن جايين نقدم شيء اسمه وقائي وشيء اسمه علاجي. تمام. هلا اهم شيء هلا نحن نشتغل على الوقائي ان شاء الله، هيك مثل ما بيقولوا الصحه والعافيه للكل. الفكره الاساسيه اي انسان بده يبلش حتى من صغره ينتبه على شيء اسمه لزوجه الدم، مدى ما في بحياته عنده يا يوميا شيء من مصادر فيتامين اي، وشيء تقريبا عندك يا نسبة ماء لا بأس فيها، حركة صح، عندي اياها كورتيزول معتدل، عندي اللي هو هرمون التوتر، بإذن الله ما بيصاب بهي القصص هي كلياتها لآخر يوم بحياته. النقطة اللي بيهمني أمرها، بدل ما طلع عن الأربعين لازم يدخل بنظامه الغذائي مادتين كتير أساسيات، هنين ورق الزيتون بالشاي مثل ما أنت عم تحكي هلأ عن الشاي والأمور هاي، ما بتعطي أي طعم سيئة للمشروب اللي كان متى ولا شاي ولا هالأمور هاي. هذا ورق الزيتون فيه مضادات أكسدة رهيبة جدا، تعمل على عملية تنظيم لزوجة الدم. والنقطة الثانية غير إنها وقائية كمان علاجية للناس اللي عندها صارت عندها أزمات قلبية أو لحقتها أو الأمور هاي كلياتها، وحتى لكبار السن. أو في قصة عائلية مثلاً. لأن ورق الزيتون أكبر ضابط لضغط الدم هو هيك، لأنه أكثر شيء بيعمل مشاكل لهالقصص هي إن الأربع الأسباب الآتية. هو ضغط توتر الشرياني التي الحركة. النقطة الثانية عنديها تناول عقاقير اسمها موانع الحمل بالنسبة للنساء. تمام. وهي إذا تناولت بشكل كتير كبير وعلى مدى بديء هي في بيصير جلطات بالرجلين وجلطات عنديها بالدماغ، بعيد من هون. النقطة الثانية والعامل الرابع هو السكري، فمدى ما أنت مقاومة الأنسولين عندك ياها ظابطة ما بتتعرض لهي الأشياء كلياتها.
مشاكلنا مع مرضى القلب والضغط عندي اياها ادويتهم كمان عندي اياها مشاكل انه فيها مميعات بنسب عاليه، وبنفس الوقت اذا اضطرب شوي هذا الدواء كمان بيعمل هالمشاكل هي. فنحن احلى مميع لنا بالكره الارضيه هو بودره الثوم. هلا ليش بيقولوا لي ليش ما بتوصفي الثوم بحد ذاته؟ لانه الثوم عندك يا وقت بيكون فريش، له مشاكله الاخرى مثل التدشؤ والهيك، والمواد الفعاله ببودره الثوم لا تقل اهميه عن الثوم بحد ذاته. تمام، حتى نكون عمليين مع الامور كلياتها. تناول عقار مثل الاسبرين مو غلط، لكن بده يكون بشكل مضبوط، خاصه اذا ما كان عندي مشاكل بالمعده وهالامور هي كلياتها. برجع بقول الانسان اللي بيعرف يمشي بيعرف يضبط اكله، عنده ستريس عندي اياها معتدل بحياته، لانه في حدا فينا ما عنده ستريس. صحيح. تماما، هذا الانسان اللي بيعرف يتحرك وهالامور ما بيتعرض لهالقصص هي على المدى الابعد. وهلا اجى على بالي اعطي كم وصفه حنحكيهم خلال الفقره. طبعا هي اهم شغله، يعني نعمل هيك الوصفات معنا وقت لانه معلش بس على ورق الزيتون اللي هو متوافر باي مكان بكل المحافظات قدام بيتك الا ما تنشغل بالشارع في شجره زيتون اسالوا عنه شو شكلها. تمام، بس كيف طيب. كيف بيتناولوها؟ نحن بنقطف شيء 4-5 اوراق زيتون متوفره، ما بدها حتى تروح على العطار، تتفاجئ انه في عندك بحارتك 4-5 شجار زيتون وانت ما منتبه، بس هي ما عم تسمع. تاخذ هذا ورق الزيتون عندي اياها بعد وجبه الغداء، بتاخذ لي اياها وبتحطها عندك اياها وهو المي عم يغلي قبل ما تلقم الشاي او المتة او ما بعرف اي شلون اي مشروب بدك اياه الساخنه تبعك. هذا بدل ما قلبت عليه كذا قلبه ماده المضادات الاكسده تبع ورق الزيتون كلها نزلت، هي بتعمل عندك يا مرونه بالشرايين وفتح للشرايين عندي اياها اذا كان في عندنا نسبه دهون تترسب بمنطقه الانبوب تبع الوعائي، يا سلام. فحتى بتفتح الشرايين. في ماده كمان كثير بيهمنا امرها بهيك حاله كمان، الكركم. الكركم وزيت الزيتون، زيت الزيتون اللي هو نحن بنتمنى يرجع زيت الزيتون من بلدنا ما نخلطه بشيء ثاني، لانه بتتفاجئ انك تشتري زيت الزيتون من السوبر ماركت وبيطلع كله زيوت نباتيه. ماله زيت زيتون؟ يعني عفوا لتر زيت الزيتون اليوم قد ايه؟ 200,000؟ 120,000؟ هذا 120,000 ما بيكون نخب اول، يمكن بيكون مخلوط، بيقولوا لك انه مكسور بشيء ثاني. لنفرض ما عندنا زيت، يا حرام على ايام كنا احنا بلاد الزيت الزيتون. ايه بلاد الزيتون بغض النظر ما موجود زيت زيتون، شو حنساوي؟ حناخذ حبه فيتامين اي، بعد ساعتين منها حناخذ حبه الاوميجا 3. هي بتفعل الاوميجا 3 عندي اياها كمفعوله 3 اضعاف. فيتامين اي بفعل فعاليه الاوميجا 3. بدنا نعرف اذا كنت عم تاكل اكله فيها مقالي فيها اوميجا 6، هي الاوميجا 6 هي اللي بتسكر الشرايين. فننتبه من المأكولات الجاهزة. قديش أنا بقول يكونوا واقعيين يعني، وهالأمور هاي من أجمل الشيء اللي صار فينا أنه الزيوت النباتية غليت وصارت تنافس زيت الزيتون عن جد. فهلا الفكرة الأساسية إذا فيك أنك أنت تلجأ لشوية تشويح أو بخ فيها هاي المواد هاي حتى تطهيها هالأكلة بيكون كتير كويس على هالأساس. وفي عنا ساعة مشي على معدة فاضية، هاي بتخفض مقاومة الأنسولين. والنقطة الثانية الحركة، مثل ما بيقولوا العوام الحركة بركة. ما في بيصير التيار الدموي تبعك مثل الجيت عندك يا او مثل كيف بدي لك مثل الحراق تبع اللي بيخلي بيطفي طفي المواد الدهنيه تبع الشرايين. النقطه اللي بيهمني امره انه الانسان عندك يا على طول يوازن اي شيء حس بتقل بصدره، لانه الاعراض النوبات القلبيه لها علاماتها. يعني بدا ما حس بشكه قويه جدا بمنطقه القلب توصل لمنطقه الظهر وفي تنميل بايد او بزراعه، وهي لا يتهاون بالموضوع، لا حاله لسه بده فتره عندك اياها مو غلط يقول لحدا يناوله شيء اسبرين او اي شيء لبين ما يوصل على المشفى. هلا نحن ما بنفوت بالامور الطبيه لانه لها ناسا، بس اجمالا عندي اياها في بعض الاشياء انت اذا كان عندك ثقافه طبيه شوي بتلحق حالك فيها قبل ما يصير التاذي بهذا الموضوع. اللي بيهمني امره هلا نيجي على الوصفات تبع الامور اللي بيهمني امرها. كان انصاب انسان عنده تاريخ اصيب بجلطه رجل او مثلا بجلطه قلب ولحق حاله وهالامور هي، الوصفه الاساسيه له هي زيت الزيتون مع ماده اسمها الكركم. هي بتفتح الشرايين وبتمنع التجلط وما بتتعارض مع اي مميع ممكن يكون عاطيه الطبيب. تمام. النقطه الثانيه في عنا يوميا معلقه من بودره الثوم. الشيء الثالث عنا ورق الزيتون بينحط عند ياله مرونه الشرايين، عنده حبه فيتامين اي على الساعه 1 ظهرا، بعد ساعتين منها بياخذ حبه الاوميجا 3. هذا الانسان ما بيتعرض لتاريخ ثاني للجلطه، فهذا الامور هي كلياتها بتطلع بتنظف له شرايينه وهالامور هي، عنده ساعه حركه مشي على معده فاضيه، ما يروح ياكل ويروح يطلع يمشي، تماما. انا بلاقي انه المهم يكون معده فاضيه، وينتبه عنده اياها على شيء اسمه المأكولات والممنوعات بهالقصص اللي حكينا هلا عنها. تمام، ممتاز هذا الكلام، رائع جدا، واصلا لازم نمشي عليه. يعني اليوم ما صفت قصه رفاهيه، ما في حدا ما على حدا راسه ريشه، ما صفت قصه رفاهيه مثل ما ذكرنا. يعني اسالوا الاطباء، عم نشوف
يعني الضغوطات النفسية عم تنعكس سلباً على الصحة الجسدية، صح. وبالتالي الجلطات أكثر وبالتالي الهموم أكثر، فكمان نحن مو الحالة النفسية والحالة الجسدية والغذائية علينا ما ضل صحيح عفواً بس ما أجبه الكورتيزول اللي قلت عليه يا ورد اللي هو اللي بيرفع الستريس، المي والليمون مهما كان بعد أي تعصيبة مي وليمون كمان هي بتنزل له ممكن الكورتيزول ممكن يرجع لازم نضل مخليك معنا إذا بعد كل تعصيبة نخليها معنا عن جد شكراً لوجودك.